مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. 22 أكتوبر هو اليوم اللي نتوقفوا فيه ونقولوا للصحفيين كامل عيدكم سعيد، وإن شاء الله ربي يخليكم دائما متألقين. يوم 22 أكتوبر اللي هو اليوم هو كذلك اليوم العالمي للتأتأة. منظمة الأمم المتحدة أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة سنة 1945 في 24 أكتوبر. كذلك في يوم 25 أكتوبر هو اليوم العالمي بدون ورق. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة مثل. الشريف أحمد بوشوشة قائد المقاومة في الصحراء الجزائرية، ولد سنة 1827 بالغنشة بولاية الأغوار. إذا أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم دركا حكاية الرجل وزوجته والنمس الصغير. على بالكم علاش سقسيتكم؟ لأنه عمو يزيد اليوم دلكم هدية، هي أغنية صديقي. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حين القلب طيبا. وانتم يا أحبائي لا حبيتوا عمو يزيد يقرر الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد. عمو يزيد.